نقول أهلا وسهلا طلاب تالتة ثانوي في درس جديد وفيديو جديد. احنا بصفحة 100 النهاردة. هنشوف النهاردة مع بعض ازاي ممكن اقترح على حد نشاط معين، يعني اقول له تعالى نعمل مثلا حاجة معينة، ازاي اقترح عليه الموضوع ده. تمام. وكمان هشوف بعد كده النشاط ده لو هو اكسبت او رفوزي. تعالوا نشوف مع بعض عندي كام طريقة. الاقتراح القيام بنشاط ما. عندي كام طريقة هنا. عندي الطريقة رقم 1 بيقول لي باستخدام التعبير ça te dit أو ça vous dit. هي اللي يختلف هنا le pronom personnel ça te dit لو أنا بكلم حد صديقي، أو ça vous dit لو أنا بكلم حد لازم أكون أكلمه بصيغة الاحترام، هو مش صديقي ولا من سني. يبقى أول طريقة هي باستخدام التعبير ça te dit أو ça vous dit. بعد de لازم أقول هنا إيه هو الموضوع اللي أنا بقترحه، أو إيه هو الموضوع النشاط اللي أنا بقترحه. ça te dit de أو de apostrophe كذا. example ça te dit d'aller au stade. ça te dit يعني إيه رأيك، إيه رأيك نروح الملعب. ça te dit d'aller le verbe aller ça te dit d'aller au stade. تمام. يبقى اقول ça te dit ويجي بعديها de او de apostrophe ça dépend الاقتراح اللي جاي يبدا بفويل او le verbe اللي جاي يبدا بفويل. لو يبدا بفويل يبقى هقول de apostrophe، لو مش بفويل يبقى هقول de، واذكر الاقتراح ودايما يكون في المصدر الانفينيتيف، في المصدر فيرب الانفينيتيف يعني فعل مش متصرف في المصدر الانفينيتيف. طيب ça te dit d'aller le verbe aller هنا زي ما قلنا il est à l'infinitif مش متصرف. aller au stade ça te dit d'aller au stade، رأيك نروح الملعب. طيب ممكن أشوف هنا ممكن استخدم الاقتراح بشكل تاني، اجيب المكان او اجيب الاقتراح نفسه، المكان سواء انا بقترح مكان او بقترح نشاط. اقول النشاط بعد كده ça vous dit او ça te dit، au stade ça te dit، يلا على النادي ايه رأيك كده يعني. يبقى l'expression ça te dit او ça vous dit. تعالوا نشوف دلوقتي الطريقة التانية اللي بستخدمها أو التعبير التاني باستخدام صيغة الاستفهام. زي ما احنا قلنا انه الاستفهام ساعات بيكون منفي وساعات مثبت. الاستفهام ممكن يكون بطريقتين، مثبت أو منفي. تعالوا نشوف ازاي ممكن اقترح اي نشاط وانا بستخدم صيغة الاستفهام. Tu viens au stade avec nous؟ اهو علامة استفهام، ده صيغة استفهام مثبت. tu viens au stade avec nous، تيجي انت الى الملعب avec nous، انا بقترح الذهاب الى الملعب. tu viens au stade avec nous. تمام، ده صيغة استفهام مثبت. تعالوا نشوف الصيغة التانية اللي هو الاستفهام منفي اللي دايما قلنا بيبقى فيه ne pas. طيب ne ازاي استخدمتها؟ tu ne viens pas au stade avec nous، بمعنى هو انت مش جاي معانا، هو انت مش جاي معانا. يعني انا دلوقتي بقترح عليه انه يجي معانا، ممكن اقول له بطريقتين، تيجي معانا الملعب او تيجي معانا النادي، او انت مش جاي معانا النادي كده. يعني هي دي الطريقة، استفهام مثبت واستفهام منفي. تعالوا نشوف الطريقة الثالثة. عندي هنا الطريقة الثالثة بيقول لي ايه؟ باستخدام فعل في المصدر يعني الانفينيتيف ويكون قبلي le verbe vouloir. vouloir c'est le verbe vouloir يعني يريد او يرغب. example tu veux aller au stade. tu veux ça c'est le verbe vouloir متصرف مع tu. tu veux
Aller, le verbe mush متصرف. Le verbe aller في المصدر à l'infinitif. Tu veux aller au stade. هنا le verbe vouloir. Tu veux. استخدمت هنا le verbe vouloir. تمام؟ يبقى الطريقة الثالثة إني ممكن أستخدم le verbe vouloir. ترغب. تريد. Verbe vouloir. أصرفه على حسب. أنا بكلم مين؟ ودايما le verbe اللي يجي بعد le verbe vouloir pardon لازم يكون à l'infinitif مش متصرف. ليه طيب ما يكونش متصرف؟ لان زي ما احنا قلنا انه دو فيرب سو سوي فعلين ورا بعض، الاول بس هو اللي يكون متصرف والتاني يفضل في المصدر à l'infinitif. فهنا انا صرفت le verbe vouloir tu veux، وجاي بعديه le verbe aller فضل في المصدر tu veux aller au stade. طيب بعد ما شفنا استخدامات le verbe vouloir في اقتراح اي نشاط، تعالوا نشوف دلوقتي استخدام صيغة الامر في اقتراح النشاط. ازاي ممكن استخدم صيغة الامر؟ خدناها مع بعض باستخدام صيغة الامر مع الضمير نو. allons au stade. allons au stade صيغة الأمر لو فاكرينها مع بعض. الامبيراتيف زي أدي أمر، زي أحط الفعل في صيغة الأمر. تمام، كنا خدناه مع بعض في الدرس الثاني لسون دو، هتلاقوا الدرس ده في كتابكو صفحة 58، وكمان هتلاقوه في أول تعليق في تحت الفيديو، هعطولكو لينك الدرس اللي أنا كنت شرحة فيه الامبيراتيف صيغة الأمر. طيب هنا عندي استخدام صيغة الأمر، ازاي ممكن اقترح موضوع معين باستخدام صيغة الأمر؟ زي ما احنا كنا شارحين مع بعض، كنا قلنا انه الامبيراتيف بيتصرف مع ثلاث ضمائر بس اللي هي تو انو ايفو، وكمان مش بكتب الضمائر دي بحذفها. فانا ممكن استخدم صيغة الأمر مع الضمير نو فقط لما احب اقترح اقتراح. مثلا نقول allons au stade، يلا بينا على النادي، يعني بتتقال الصيغة دي كتير، ما يلا بينا على النادي. انا بتكلم على الضمير نو نحن، وبقترح اقتراح مش بدي امر. allons au stade، يلا على النادي. تمام، دي كانت الطريقة الرابعة باستخدام صيغة الامر. تعالوا نشوف الطريقة الخامسة في استخدام اقتراح. تعالوا نشوف الطريقة الخامسة، بيقول لك باستخدام التعبير avoir envie de، يجي بعديه المصدر فعل في المصدر. avoir envie de، avoir c'est le verbe avoir، envie c'est le verbe envier، le verbe envier يرغب او عايز او يرغب في كذا. envier دو أو دي أبوستروف بعد كذا مصدر للفعل. تعالوا نشوف إكزامبل. tu as envie d'aller au stade. طيب فين لو فيرب avoir؟ أهو A مع ضمير tu. tu as ça c'est le verbe avoir. j'ai tu as il a tu as envie c'est le verbe envier. tu as envie فين المصدر؟ باردون، فين عم بعد كذا قال لي دو او دي ابوستروف. انا استخدمت دي ابوستروف عشان بستخدم لو فيرب الي اللي بيبدا بفويل. طيب فلازم احط دي ابوستروف. يبقى tu as envie d'aller au stade. envie يعني يرغب. tu as envie d'aller au stade. tu as envie d'aller au stade. هل انت ترغب او نفسك نروح الملعب او النادي؟ avoir envie d'aller. تمام، تعالوا نشوف الطريقة رقم 6 باستخدام فعل inviter à، ويجي بعدي مصدر. inviter يعني بعرض عليك، بعزمك، بدعوك. inviter. طيب je t'invite، انا بعزمك او انا بدعوك. je انا t'invite toi. Je t'invite. C'est le verbe inviter متصرف مع je. Je t'invite. أنت
aller au stade. Inviter دايما بيجي بعديه a. تمام، والال عليها اكسون ما ننساش. يبقى je t'invite à aller، ودايما a بيجي بعديها الverb a l'infinitif في المصدر. Je t'invite à aller au stade. موضوع المقترح، او انا بعزمك على ايه؟ على ان انت تيجي الملعب معانا. Je t'invite à aller au stade. تمام، بس كده يا حلوين، ده كان فيديو كده سريع عن ايه هما الطرق اللي اقترح بيها نشاط. عندي 6 طرق، قلنا هقولهم باختصار. قلنا ساتودي او سافودي، ساتودي او سافودي، يعني ايه رأيك في كذا، او انت شايف ايه، ايه رأيك في ان احنا نروح مثلا النادي. سافودي لو بكلم حد لازم احترمه وقال له حضرتك او ساتودي، دي كانت اول طريقه. ولازم يجي بعديها دو او دي ابوستروف، ويجي بعديها مصدر او يجي بعديها الاقتراح. الطريقه الثانيه باستخدام صيغه الاستفهام بالطريقتين، استفهام منفي او استفهام مثبت. tu viens au stade avec nous، استفهام مثبت. اما الاستفهام المنفي tu ne viens pas au stade avec nous، انت مش جاي معانا النادي. تمام، اما الطريقة الثالثة باستخدام الفعل vouloir وبعديه فعل مصدر vouloir. tu veux aller au stade. الطريقة الرابعة باستخدام صيغة الامر مع ضمير nous فقط، allons au stade، يلا بينا على النادي، يلا بينا على الملعب، allons au stade. الطريقة الخامسة باستخدام التعبير avoir envie de plus مصدر envie de، هل نفسك تروح معانا، هل نفسك في كذا، هل انت عايز تعمل كذا، هل انت ترغب في كذا. envie de، avoir envie de، envie دايما بيجي قبليه الverb avoir envie de. الطريقة السادسة والأخيرة باستخدام فعل invite à، invite يعني بيدعو أو بيعزم أو بي 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 بيقول له تعالى. invite à، invite بيجي بعديه à accent، ما ننساش الأكسون. je t'invite à aller au stade، أنا بدعوك أو أنا بعزمك إن أنت تيجي معانا أو تيجي نروح النادي. دي كانت سريعا كده 6 طرق اللي ممكن أستخدمها عشان أقترح نشاط. هنشوف مع بعض في الفيديو اللي جاي على طول الاقتراح ده لو كان اقتراح مقبول أو كان اقتراح مرفوض. ده اللي احنا هنشوفه مع بعض في الفيديو اللي جاي. مرسي جدا لمتابعتكو، اتمنى لكم التوفيق. لو اي حد عنده اي سؤال ياريت يكتب لي ويتواصل معايا. اتمنى لكم التوفيق كلكو، ياريت تتأكد ان انت عملي لايك. وشكرا شكرا لمتابعتك، اعمل شير على قد ما تقدر مع اي حد ممكن يستفيد. اشوفكو المرة الجاية، خلوا بالكم من نفسكو. إيه على بخشان.